أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من مشاركة البرنامج الذي يعنى دوما بالقطاع المالي الإسلامي. أبرز العناوين في هذه الجولة: الزكاة والدخل السعودية تقدمان تحفيزات تشمل تقسيط الزكاة، ونناقش في حلقة هذا الأسبوع دور المؤسسات المالية الإسلامية في التعامل مع الأزمات والجوائح. أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل حزمة تحفيزات للاقتصاد ودعم القطاع الخاص، وذلك في إطار مكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المحتملة. ومن بين هذه الحزم منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن إقرارات عام 2019، مع التوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة. كما شملت الحزمة كذلك تأجيل مهلة تقديم الإقرارات وإتاحة تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وتمديد فترة تقديم إقرارات الزكاة وإقرارات ضريبة الدخل المستحقة عن 2019 وتعليق فرض غرامات التأخير في سداد الأقساط. للتعليق على ذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض السيد سليمان الضحيان، رئيس مركز الحلول الضريبية. دعنا نرحب بك معنا. يعني وفي مثل هذه الظروف الاستثنائية تعمد كثير من الجهات إلى محاولة التخفيف وتحفيز المواطنين والمؤسسات والشركات لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا على سبيل المثال، الذي يؤثر على العالم من كافة النواحي. كيف تقيم هذه الاتجاهات؟ السلام عليكم، ودي ارحب بالمشاهدين قناه سي ام سي. بالنسبه للمبادره اللي قامت فيها المملكه العربيه السعوديه عن طريق مجلس الاقتصاد الاعلى بخصوص دفعات نقديه او تسهيلات ماليه من قبل سامه كانت 50 مليار ثم رفعت الى 120 مليار، اذا المبادره مهمه واساسيه، والمبادره التي قدمت عن طريق هيئه الزكاه موجبه التعليمات. وفي النقطة أنت ما ذكرتها اللي هي تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة للجمارك المسجلين في الهيئة. يعني هذه برضه نقطة تضاف للنقاط التي سبق ذكرتها في تحديث البرنامج. هذه مبالغ تأخيرة وهي يعني تكلف التأخير حدود عشرات المليارات، يعني تتأخر خزينة الدولة، وبالتالي المبلغ هذا موجه للشركات المسجلة لدى الهيئة التمويل اللازم خلال الفترة قصيرة الأجل. وكذلك صرح معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الزكاة والدخل أنه في حالة استمرارية، لأنه سوف يمكن أيضا تمديد هذه الشركات مختارة، تمديد تأخير في تسديد الضريبة دعما لهم في ممارستهم النشاط الاقتصادي بحرية، وحتى مضررهم من دفع المبالغ فورا. التالي تعرف كثير من الشركات لها مجالات كالفنادق والطيران وخدمات صيانه الطيارات وخلافه الخدميه، بالتالي العمل سوف يقل او تقديم عمل سوف يصبح صفر، فبالتالي الرواتب سوف تدفع، المصاريف الاخرى سوف تدفع، فبالتالي لابد من التمويل في فتره حساسه اللي تمر فيها مملكتنا ودولنا العربيه والاسلاميه. الله يعدينا ان شاء الله بخير ويجنبنا شر هذا الوباء. نعم، شكرا السيد سليمان الضحيان رئيس مركز الحلول الضريبية، كنت معنا من الرياض على هذه الإيضاحات. اتفق فقهاء السلف والمعاصرون على أن الضرورة التي تقتضي كسر قاعدة فقهية لا تجب إلا إذا كان هناك خطر محقق. فهل يجوز تعطيل الزكاة أو تغيير وقتها مثلا؟ وهل يجوز تعطيل العقود والشروط الجزائية؟ وكيف يتعامل الفقهاء مع ما يسمى بالجوائح؟ ومن ثم كيف تتعامل المؤسسات الإسلامية في ظل الأزمات؟ استند العلماء إلى الآية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقد بيّنوا أن الاضطرار يقتضي أمرين: أولهما أن يكون المسلم قد استنفذ كل الوسائل الشرعية المتاحة له للتغلب على الموقف الذي يواجهه، وثانيا ألا يترتب على كسر القاعدة الشرعية ظلم أو فساد أو اعتداء. وقد بيّن علماء الفقه تلك القاعدة بعبارات بسيطة:
فقال ابن القيم وابن سعدي: لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. وهذا ما أطلق عليه علماء الفقه المعاصر قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. ومعنى ذلك أن ما اتفق عليه السلف والمعاصرون أن الضرورة التي تقتضي كسر قاعدة فقهية لا تجب إلا إذا كان هناك خطر محقق على الفرد، كأن يستدين بالربا للعلاج خشية تفاقم المرض أو لدفع الفدية أو الكفالة خشية السجن أو نحو ذلك. وقد أشارت آراء فقهية إلى أن اللجوء لقاعدة الضرورات ينحصر في الآحاد أي الأفراد، ولا يجوز تطبيقه على المؤسسات الاعتبارية، ومن ثم فإن المؤسسات الاعتبارية عليها تطبيق مبادئ التخطيط العلمي لتحمي نفسها من تقلبات الأسواق ونوائب الزمن، ولا يوجد مبرر لها للاستدانة الربوية، لا سيما وأن أدوات التمويل الإسلامية والتأمين التشاركي أصبحت متوفرة الآن وبصيغ عديدة تناسب كل الظروف. كانت تلك القاعدة، فكيف يكون التطبيق؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد أحمد طرابلسي، المختص في المصرفية الإسلامية بمعهد الدراسات بمعهد الإمارات للدراسات المصرفية. أهلا وسهلا بك معنا سيد أحمد. أهلا وسهلا بكم. الله يزيد أوقاتك. أهلا وسهلا بكم. ودعنا نتحدث بدءا أنه في مثل هذه الأزمات والجوائح لا شك في أنها ظروف استثنائية تتطلب إجراءات استثنائية. نود من خلالك أن نقف كيف تتعامل المؤسسات الإسلامية مع هكذا أزمات عارضة. دعنا نبدأ بالزكاة على سبيل المثال، ما الذي من الممكن أن يحدث من تغييرات في عملية تحصيلها ربما أو جمعها تأجيلها تأخيرها ما إلى ذلك من هذه التفاصيل؟ شكرا جزيلا لكم على هذا الطرح. بالطبع المؤسسات المالية الإسلامية ستثبت نجاح هذا تحدي حقيقي خلال هذه الأزمة التي نعيشها، إن شاء الله بتمر على خير، ستثبت مدى إمكانيات نجاحها ضمن العقود التي تعمل بها وضمن اتباع تعاليم الشريعة الإسلامية الحنيفة. بالطبع بخصوص الزكاة، من الأفضل في النوازل والجوائح أن يتم إما تعجيل الزكاة أو تأخير هذه الزكاة بحسب قول الفقهاء. لا بأس من تعجيل الزكاة مثلا فإن كان بعض المؤسسات المالية الإسلامية أو الأفراد أو التجار لديهم القدرة على الدفع الآن في الوضع الحالي ليتم التكافل والتعاون المالي الإسلامي الحقيقي، وهو أحد محاور الاقتصاد الإسلامي الذي ننادي به دائما. بحسب الفقهاء لا بأس من التعجيل مثلا إن كان دفع الزكاة سيكون في نهاية السنة المالية أو استحق في رمضان مثلا، فمن الممكن أن يتم تعجيل دفع هذه الزكاة لدعم المؤسسات المحتاجة أو لدعم الغير قادرين على العمل في هذه الظروف. نعم، لكن نتحدث عن الحساب، كيف يكون الحساب؟ احتساب الزكاة بنفس الطريقة التي يتم احتسابها عادة من دون أي تغيير، ولكن التعديل يكون في التاريخ أو الاستحقاق، يوم الاستحقاق، وبناء عليه يمكن استحسانا احتساب الفترة الكاملة لمبلغ الزكاة، ولكن دفع هذا المبلغ بشكل يعني مقدم قبل استحقاقه الحقيقي. من الاستحسان أن يتم احتساب الزكاة كما هي دون تعديل، وللفقهاء رأي في هذا الأمر وبحسب الحال. الدين الإسلامي دين يسر يهدف إلى رفع الظلم وإلى إقامة العدالة دائما. نعم أحمد، دعنا نتحدث عن قضية تأجيل المديونية، وأنت تعلم أن هناك الآن كثير من البنوك ربما تعمد إلى وللتيسير على عملائها في مثل هذه الظروف إلى تأجيل المديونيات والأقساط وإلى ما ذلك في القروض ربما وكل هذه التفاصيل والمعاملات البنكية. كيف تتعامل البنوك الإسلامية مع هذا الأمر في ظل هكذا الظروف؟ بالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية سواء كانت شركات تمويل إسلامي أو كانت بنوك إسلامية،
من المفترض أن يكون لديها منظومة متكاملة لمثل هذه الطوارئ، لديها الاحتياطيات التي تم احتسابها سابقا لتجاوز أي أزمة مهما كان حجم هذه الأزمة، بالإضافة إلى وجود شروط وإجراءات معينة موجودة في العقود تستخدمها أو تلجأ إليها البنوك المالية الإسلامية في حال وجود نازلة أو عارض أو جائحة. بالنسبة لتأخير المديونيات أو الانتظار، بالطبع المؤسسات المالية الإسلامية لا يمكن لها أن تأخذ أي مقابل على تأجيل السداد، كانت تأخذ رسوم لتأجيل الدفعات في الأوضاع الطبيعية، ولكن أعتقد وفق العمل مع المعايير الشرعية الإسلامية في مثل هذه الأوضاع لا تأخذ البنوك الإسلامية على هذا التأجيل أي فوائد أو أرباح، كما يمكن القول بالنسبة للأشخاص العاديين يقولون قد تم أخذ فوائد مني. طبعا هذا خطأ، لا يتم احتساب أي زيادة على هذا التأجيل. البنوك الإسلامية هي في جهوزية تامة، بالطبع هي تعمل ككينونة مؤسساتية، فلديها الإجراءات ولديها الجهوزية لأي طارئ ممكن أن يتم. كل هذه المديونيات من المفترض هذه البنوك الإسلامية قامت بحجز مخصصات لها مسبقا، وهي قادرة على تجاوز هذه الأزمة، بالإضافة إلى الدعم الذي يكون من الحكومات في هذه الأزمات والجوائح، يكون هناك دعم حقيقي سيؤثر بشكل إيجابي بالطبع على استمرارية هذه البنوك دون أن تعاني من أي إشكاليات، وعلى استمرارية الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستتعرض لبعض الآثار السلبية من هذه الأزمة. أيضا هناك الالتزامات التعاقدية كما تعلم، والعقود والعقد شريعة المتعاقدين، لكن بمثل هذه الظروف التي ربما تغلق نصف الكرة الأرضية لا شك أن الأعمال تتأثر وبالتالي الالتزامات تتعسر. كيف أيضا يتم التعامل شرعيا مع ذلك؟ إلى أي مدى هي تكون قابلة للتغيير رغم أنها كتبت ببنود ملزمة ومحددة، ولكن مثل هذه الظروف قد تفرض واقع جديد؟ بالنسبة لهذا الموضوع هو موضوع هام، والآن بعد هذه الأزمة سنعطي اهتمام أكبر لمعايير تخص الحالات الطارئة والأزمات والجوائح. يوجد معيار من ضمن معايير هيئة المحاسبة والمراجعة، المعيار رقم 36، الذي يتحدث عن النوازل والعوارض والجوائح، كيف تعدل أو تلغي الالتزامات. بالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية الموضوع هو ليس معقد، ولكن يجب أن نبحث به بشكل مفصل بعض الشيء. لدينا العديد من عقود التمويل وعقود الاستثمار، وكل عقد لديه شكل معين ولديه مقتضى معين. مثلا العلاقة بين الأطراف في عقود الاستصناع تختلف عن العلاقة بين الأطراف في عقود السلم، تختلف في عقود الإجارة أو عقود المرابحة. هل هذه العقود قد نشأ عنها التزامات استحقت، أم هذه العقود أصبح هناك علاقة مديونية بين الأطراف مثل المرابحة؟ المرابحة تبدأ ببيع وشراء وتنتهي بمديونية. عقود الاستصناع تستمر وربما لا تكون هناك التزامات مداينة بين الطرفين في مراحل بداية العقد. علينا أن نبحث أكثر في كل عقد، وبناء على هذا العقد وعلى شروط العقد يتم الحكم. المعيار رقم 36 الذي تحدث عن العوارض والطوارئ والنوازل التي ربما تعدل أو تلغي الالتزامات بين الأطراف، أحال الكثير من الأحكام إلى التحكيم وإلى القضاء للبت في الأمر. نعم، وأنت تعلم سيد أحمد لا ضرر ولا ضرار، وأنت تعلم أن هناك شروط جزائية تفرض في حال الإخلال بالعقد، هل ترفع مثل هذه الشروط؟ سيدي، هذه الشروط تكون موجودة في عقود التمويل والاستثمار التي
تنشئها البنوك الإسلامية مع عملائها في الوضع العام، ولكن في أغلب العقود يتم كتابة شرط أن هناك من يتحمل مخاطر النوازل أو العوارض أو الطوارئ، وبالطبع هذه العقود لا يتم نفاذها بشكل كامل بكامل شروطها في حال وجود جائحة مثلا. يتم الرجوع الأمر إلى التحكيم أو إلى القاضي ليقدر الضرر، وبناء على هذا التقدير ربما يتم تعديل في شروط العقد نفسه حتى وإن كان هناك شرطا جزائيا، لأن المصلحة العامة تقتضي أن يكون هناك تراضي وصلح بين الأطراف حتى نطبق مفهوم التكافل المالي الإسلامي الذي تدعو به معايير الاقتصاد الإسلامي دائما. نعم، أنا أشكرك السيد أحمد الطرابلسي المختص بالمصرفية الإسلامية في معهد الإمارات للدراسات المصرفية على كل هذه الإيضاحات. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم. لازلتم تتابعون مشاركة من CNBC عربية، فيها بعض الفاصل. استثمارات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ما الجديد الذي تقدمه الآن؟ بعد قليل. أهلا بكم من جديد في مشاركة. أدرجت إمارة الشارقة صكوكا بقيمة 200 مليون دولار، أي ما يعادل 734 مليون درهم في ناسداك دبي، ليرفع إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في دبي إلى 67 مليار و60 مليون دولار. وبهذا فقد بلغ مجموع الصكوك المدرجة في ناسداك دبي منذ بداية هذا العام 2.9 مليار دولار. يذكر أن إجمالي إدراجات الصكوك في ناسداك دبي في 2019 وصل إلى 14 مليار و150 مليون دولار بزيادة 18% عن 2018. وتنقسم إدراجات الصكوك في ناسداك دبي من حيث المصدر إلى 44% من الإماراتيين و56% مصدرين عالميين. ارتفع إجمالي الدخل بنك البركة التونسي 29% في 2019 حيث بلغ 133 مليون دينار، كما ارتفع صافي الدخل بنسبة 256% على أساس سنوي ليبلغ 15 مليون دينار، كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 20% من ناحية أخرى، بلغ إجمالي أصول البنك 2.4 مليار دينار، أي ما يعادل 850 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2019، أي بزيادة قدرها 20% مقارنة مع نهاية العام 2018. تملك المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص محفظة لأسهم رأس المال المصرفي والتي تضم 13 مؤسسة مالية إسلامية، المزيد في هذا العرض. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من جدة السيد عامر حسين خان، مدير الاستثمار في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. أهلا وسهلا بك معنا سيد عامر، ودعنا نتحدث عن طبيعة هذه المحفظة والتسهيلات التي تقدمها وحجم المشاركة. أولا شكرا على استضافتي في البرنامج. أود أن أبدأ بالقول بأن هدفنا الأساسي يظل هو تطوير اقتصادات الدول الأعضاء وتنميتها عبر هذه الوساطة المالية التي نقدمها. استراتيجيتنا تقوم على دعم المؤسسات التمويلية المحلية من خلال
تعزيز قواعدها الرأسمالية وقدرتها على الإقراض والتمويل. وهذه المساعدة التي نقدمها موجهة بشكل خاص إلى تطوير القطاع الخاص وتحديداً الشركات الصغيرة والمتوسطة، على سبيل المثال في قطاع الرعاية الصحية أو التصنيع أو الخدمات أو التصنيع الغذائي والزراعة والبناء والإنشاءات وبعض جوانب قطاع النقل أيضاً. نحن نختار شركاءنا والمؤسسات التي نتعامل معها بشكل متأنٍ وفق معايير وضعناها نحن، وبعض هذه المؤسسات الشريكة مثل أحد البنوك في إسبانيا، وهناك أيضا بنك في المغرب، وهناك أيضا بنك إسلامي في موريتانيا، ولدينا مجموعة من البنوك الشريكة في النيجر والسنغال ونيجيريا، وأيضا نعمل في دول الاتحاد السوفيتي السابق مثل أوزباكستان وطاجكستان وكازاخستان. نحن نؤمن بصورة أساسية أن هذه المؤسسات أقرب إلى زبائنها، وبالتالي هي تتمتع بمعرفة عميقة بالأوضاع المحلية وقادرة على الوصول إلى السكان المحليين وتلبية احتياجاتهم، وخاصة أقصد هنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في هذه الدول. سيد عامر، في ظل التغطية الجغرافية التي تقومون بها تواجههم كثير من التحديات، ودعني أرجئ هذه التحديات لأتحدث عن تحدي ماثل الآن يتمثل في فيروس كورونا الذي ربما يهيمن على الأجواء. كيف تتعاملون مع هكذا أزمة؟ هذه الأزمة بالتأكيد تستهلك الكثير من وقتنا في مجال الإدارة، لأننا في وقت غير مسبوق ونحن نواجه تحديات مشابهة، وخاصة موضوع الإبقاء على سيولة المؤسسات الشريكة والموازنة بين احتياجها إلى تلبية احتياجات هذه المؤسسات وكذلك تلبية احتياجات المؤسسات الشركة التي نتعامل معها. ونحن أعلننا عن رزمة داعمة خلال هذه الأوقات العصيبة للدول الأعضاء، وما زلنا نركز على العثور على المشاريع الصحيحة وتمويلها في هذه الأسواق. نحن نراجع التدفقات النقدية لهذه الشركات وندرس الأثر على التزاماتها المالية وتمويلها، ووجدنا أننا بحاجة إلى توفير سيولة مالية بأسعار معقولة وميسرة، ونحن ننشط في دراسة كل القطاعات التي ذكرتها قبل قليل من أجل توفير المساعدة المناسبة بالحجم المناسب في التوقيت المناسب وإلى الجهة المناسبة. نعم، ماذا عن استثماراتكم في القطاع المالي غير المصرفي؟ نحن أنشأنا عددا من الشركات الاستثمارية والشركات التأجيرية في عدد من هذه الدول، ونحن نراجع مشاريع تمويل المعدات مثلا في قطاع الإنشاءات. نحن نمول الرافعات المستعملة في الإنشاء والشاحنات وما يتعلق بالمعدات في قطاع الإنشاء. أما في قطاع التصنيع فنحن نمول المعدات المتخصصة بإنتاج قطع الغيار التي تحتاجها بعض الدول من أجل المحافظة على عمل سلاسل التوليد على سلاسل التوليد عفوا على المستوى المحلي. وأيضا هناك تركيز على تصنيع بعض قطع غيار الأجهزة الطبية، وبالتالي نحن نمول المعدات الرأسمالية والمعدات الاستهلاكية التي تحتاجها هذه الدول في هذه الظروف.
نعم جيد، أنا أشكرك السيد عامر حسين خان مدير الاستثمار في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، شكرا جزيلا لك. وشكرا لكم على طيب المتابعة، انتهت حلقة هذا الأسبوع من مشاركة. الأسبوع القادم بمشيئة الله لقاء جديد في ذات المواعيد، حتى ذلك الموعد دائما تابعونا على موقعنا cnbcarabia.com وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. تحياتي والفريق العامل في هذا البرنامج، إلى اللقاء.